الضيوف الكرام، السيدات والسادة المحترمون، أطفالنا الأحبة، تحية عطرة وصباحكم سكر. يسعدني أن أرحب بكم أطيب ترحيب في حفلنا هذا الذي يجمع ورود من مناطقنا في سهل نينوى ودهوك. ملائكة جاءت من برطلة وتلسقف وقرقوش وشارية وشيخان، جاءوا ليزرعوا فينا الابتسامة والانشراح ولنزرع فيهم الأمل. كما تعلمون، يسعى قسم التعليم في منظمة كابني إلى تعليم وتطوير الأطفال من الناحية العلمية والعملية واكتشاف المواهب ودمج الفئات من مختلف خلفياتها الدينية والقومية، دمجهم لغرض التعايش السلمي والمحبة والتآخي. فلا فرق بين مسلم ومسيحي ويزيدي أو كردي أو عربي، اليوم كلهم يغنون ويلعبون ويدرسون معا كأخوة في مراكزنا التي تعمل جاهدة لغرض استمراريتها إلى سنوات أخرى. وأخيرا سكت الأطفال، نكمل. اليوم على هذا المسرح ومن هذا المنظر سيبث الأمل من خلال نشاطات الأطفال، وستعلو الأصوات وتغرد الطيور. إنهم ملائكتنا الصغار، أحباؤنا، فلذات أجبادنا، يعبرون عن مشاعرهم وطاقاتهم من خلال فعاليات مختلفة، منها الفنية ومنها العلمية ومنها الرياضية ونشاطات أخرى. أطفالنا الأعزاء، ضيوفنا الكرام، أترككم للتعمق والاندماج مع ما سنقدمه من نشاطات، ولكن قبل أن أترككم يتوجب علي أن أشكر كل من ساهم في وجود هذه المراكز هذا اليوم. أولهم الممولين، المانحين الأجانب والمنظمات التي تدعم هذه النشاطات من الناحية المادية، ولكن خلف هذا الدعم يوجد فريق كامل، فريق متكامل يعمل معا كسلسلة واحدة. هذه السلسلة لا تستطيع العمل بعدم وجود حلقة من حلقاتها. هذه السلسلة تبدأ بمدير المنظمة الأب عمانوئيل، وإذا الحلقة هاي ماكو السلسلة تخرج. ثم تتسلسل السلسلة لتجمع كوادر وموظفي كابني في دهوك الذين يعملون جاهدين لاستمرارية المراكز ولتلبية متطلباتهم. كما تكتمل هذه السلسلة وهذا الفريق بالمعلمين، our tutors. Without them we cannot do anything. Thank you so much our tutors، المعلمين مالنا، إنتاجكم الذي سنتابع جزء من هذا الإنتاج اليوم على هذا المسرح، ولكن الإنتاج الأكبر موجود خلف الستار في الصفوف العلمية التي تستمرون وتحافظون على بقائها وعلى عمومة تواجد الأطفال فيها. شكرا، الشكر الجزيل لكم. ولكن قبل أن نبدأ نشاطاتنا، أحد أعضاء مجلس الإدارة في منظمة كابني يحب يقدم كلمة أيضاً، وبعد الكلمة راح ننتقل إلى أوبريت السلام، هو أهم وأحد الأنشطة التي تدعو إلى التعايش السلمي بين جميع الأديان، اللي هو أحد أساسيات مشاريعنا في مختلف المراكز. شكراً جزيلاً لإصغائكم.